السلام عليكم يا أطفال، مرحبا بكم في حصة جديدة من المطالعة. اليوم يوم الخميس 30 أبريل سنة 2020. قصتنا اليوم يا أطفال بعنوان الأسد والأرنب. يحكى أن أسدا ظالما يعيش في الغابة. ذات يوم اجتمع بكل الحيوانات ليخبرهم بقراره، وخاطب فيهم قائلا: أنا ملك الغابة، وقررت أن ترسلوا كل يوم أحد الحيوانات طعاما لي. استاءت الحيوانات من قرار الأسد، فزأر فيهم ففروا هاربين خوفا من بطشه وغضبه. غضبت حيوانات الغابة كثيرا، لكنها لم تجد مفرا من قرار الأسد الجائر، واتفقت على أن ترسل كل يوم واحدا منهم طعاما للأسد. بقيت الحيوانات المسكينة على هذه الحالة أياما عديدة، وذات يوم حان دور الأرنب الصغير ليكون طعاما للأسد. اتجه الأرنب المسكين إلى عرين الأسد، وفي الطريق اعترضته بئر عميقة فلمعت في ذهنه فكرة، فعزم على تنفيذها لعلها تخلصه من الأسد. وصل الأرنب إلى عرين الأسد متأخرا، فوجده غاضبا، فقال له: اعذرني أيها الملك العظيم، فقد اعترض طريقي أسد قوي وأخذ يسخر منك ويشتمك. انزعج الأسد كثيرا وقال: أين هذا الأسد؟ خذني إليه وسأنتقم منه. سار الأسد المغرور مع الأرنب يريد أن يعاقب ذلك الأسد الذي سخر منه. اقترب الأرنب من البئر وأشار قائلا: سيدي ملك الغابة، إن الأسد غريمك هناك قرب البئر. صعد الأرنب الذكي إلى حافة البئر وقال: انظر يا ملك الغابة، هنا يعيش الأسد الذي أساء إليك وسخر منك. ازداد غضب الأسد المغرور وأخذ يزأر، ظنا منه أنه يخيف الأسد الآخر. نظر الأسد في قاع البئر فرأى صورته منعكسة على سطح الماء، فظنه الأسد الآخر، فزأر وزمجر غاضبا، فسمع صدى صوته في القاع، فاعتقد أن الأسد أيضا يرد عليه. ارتمى الأسد في البئر يريد القضاء على منافسه، لكنه غرق في الماء وهلك نتيجة لغروره. وفرح الأرنب الذكي لأنه استطاع أن يخلص الحيوانات بفضل ذكائه. والآن يا أطفال سنقدم القصة تقديما ماديا. ما هي الشخصيات الرئيسية التي ذكرت في القصة؟ هل هي الأرنب، الأسد، أم الحصان؟ نعم، أحسنتم يا أطفال،
الشخصيات الرئيسية التي ذكرت في القصة هي الأرنب، الأسد. والآن سنتعرف عن الإطار المكاني الذي وقعت فيه أحداث القصة. حسب الصورة يا أطفال، أين وقعت أحداث القصة؟ هل وقعت عند البئر، قرب الغدير، أم على الشاطئ؟ سنلون الإجابة الصحيحة. نعم، أحسنتم يا أطفال، وقعت أحداث القصة عند البئر. والآن يا أطفال، سنتعرف عن الإطار الزماني حسب بعض الأحداث في القصة. اجتمع الأسد بالحيوانات ذات يوم أم ذات مساء؟ أشطب الإجابة الخاطئة. نعم، أحسنتم يا أطفال، اجتمع الأسد بالحيوانات ذات يوم. والآن سنتعرف عن صفة كل شخصية. سأربط الصفة المناسبة بالأرنب والصفة المناسبة للأسد. شجاع، ذكي، مغرور، ظالم. من هذه الشخصيات تحلى ببعض هذه الأوصاف؟ نعم، أحسنتم يا أطفال، فالأرنب كان شجاع وذكي، أما الأسد فكان مغرورا وظالما. والآن يا أطفال، سنتعرف عن العبرة من قصتنا اليوم. هل هي عاقبة الغرور، عاقبة الطمع، أم الحكمة في الذكاء؟ نعم، أحسنتم يا أطفال، العبرة من قصتنا اليوم هي الحكمة في الذكاء. وها قد رأينا كيف تمكن الأرنب الصغير بفضل ذكائه وفطنته من التغلب على الأسد الظالم وتخليص الحيوانات منه. قصتنا إلى اليوم انتهت، أرجو أن تكون قد أعجبتكم قصتنا وعبرتنا، وإلى اللقاء في قصص جديدة وحصص جديدة مع سيدتي. إلى اللقاء.